في قانون اخطر بيتم تجهيز بيحضروا له دلوقتي، يعني على النار دلوقتي. القانون ايه بقى؟ القانون قانون تفويض الجيش بتجريم حيازه الدولارات والقبض ومصادره اموال اي مصري معاه دولار. طبعا انت هتقول لي انا ما معيش دولار، انا بعيد عن القصه دي خالص. والله انا مصدقها، بس هو المشكله هم هيصدقوك ازاي؟ لان ابن عمك او اللي من البحيره او من بورسعيد او الاغنيه بتاعت اسمه ايه الجسمي دي اللي غنوها للسيسي زمان من 10 سنين، لو ابن عمك ده بقى بلغ عنك ان معاك دولارات ممكن يخشوا عليك ضباط جيش ويقول لك في اتهام او بلاغ جالنا انك انت عندك دولارات وتروح فيها معلم. وحلني بقى لما الحمار يفهم انك انت اصلا مش عارف تتعشى، ممكن تخش عليك كتيبه صعقه او نص كتيبه مشاه عشان في بلاغ ان انت معاك دولارات تحت البلاطه في البيت وانت اصلا بعت البلاطه. وده كلام يعني بدانا نشم ريحته على راي الراحل محمود عبد العزيز رحمه الله عليه. هي الريحه كريمه، بتشم الريحه دي بقى من التمهيد الاعلامي اللي شغال على القانون ده، سواء في وسائل الاعلام او حتى في اللجان الالكترونيه الغبيه. ازمه الدولار اللي احنا عايشينها دي بتهدد بقاء الجعير على الكرسي، وان كل الاجراءات العسكريه والتشريعيه والاعلاميه وحتى السياسيه ليها هدف واحد فقط، ليس حمايه مصر. الاجراءات دي كلها هدفها حمايه الجعير على الكرسي بس. مش احنا اللي بنقول الازمه دي بتهدد الكرسي، وكل الاجراءات دي ليس هدفها حمايه البلد كلها. عشان كده اي مراقب هيبص على القرارات دي وعلى توريط الجيش مش هيفهم الا حاجه واحده بس، ان الدنيا بقت شبه سلك المكوى او سلك السشوار او سلك اي حاجه كهربائي بيلمع بس اسود. إيه